في عناوين نشرة الليلة: أستاذ الضرب، الأهالي والمقاصد يتوسطون له، ووزير التربية يتوعد. المدير بده ياخذ عقوبته القصوى. إعلان الكويت. نوجه التحية لصمود لبنان في مقاومة العدوان الإسرائيلي المستمر عليه، وعلى وجه الخصوص عدوان يوليو تموز عام 2006. في الخاص، مرشح للرئاسة يتوعد. واللي بيزني شو بتعمل له؟ إبري معينة بتشله على 6-7 أشهر من ارتكاب هالأعمال. شبان الثورة حلموا بالتغيير فأصابتهم الخيبة. أعتقد أن انتهت الثورة مع بداية العمل. معركة المعابر بين النظام والمعارضة. وفي النشرة: قتلوه فدهس امرأة وأصاب شخصين. هذه العناوين وتفاصيل أخرى تتابعونها في النشرة بعد قليل. مساء الخير. هذا المعلم الذي كاد أن يكون رسولا، الأستاذ الفاضل المحبوب من أهل التلامذة المضروبين المطروحين وغير المقصومين على فعلته، فقم للمعلم وفه التبجيلة، علمت بالفلقة القرون الأولى. لكن إذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. وتلك حال الأهل من بني ضيعة العرب في الزهراني، حيث هبوا وقفة معلم مبايعة للأستاذ المعتدي على أولادهم، والأولاد لا يملكون سوى الفرحة بتعطيل الدراسة. المأساة على هذا الجيل الواقع بين منطقتي تخلف، جيل مضروب بأهله وتنشئته التربوية، محكوم بالتعنيف ورعاة التعنيف، فتظاهرة أمام المدرسة غيرت مسار القضية وجيرت اللعنات من الأستاذ إلى ذوي ضحاياه، وسط رأي عام لم يكن مقصوما على الإطلاق، يشد أزر المقاصد، يوافق على إجراءات وزير التربية، ويصوت شعبيا على معاقبته وتجريده من حقوقه التربوية وتقديمه نموذجا لكل معلم تخرج من أسرة داعش. وإذا كان الأهل قد خافوا ورضخوا ووفروا حماية لأستاذ الضرب، فإنهم بذلك يقدمون صورة مصغرة عن مجتمع موجود يتنازل ويقيم التسويات ويغطي على المرتكبين إن لم يكن منهم. يشتم المرشح 3 سنوات ويصوت له في 4، تسلب ديمقراطيته في التمديد، فلا يقوى على الاعتراض سبيلا إلى ثورة على طقم يخطف السلطة. وحالات الخطف لا تقف عند الحريات، بل تتعداها إلى الأمن الغارب. وتلك طرابلس تدخل بالقتل المشهود في حلقة عنف جديدة لا وازع لها ولا سلطة تقدر على لجمها. أبناء جبل محسن يقتلون على الشبهة وتداس رؤوسهم على أعين الناس، وأطفال باب التباني يسقطون بالقنص، والمدنيون في طرابلس باتوا رهائن. والمرارة أيضا عربية مطعمة سورياً، تخرج القمة ببيان ختامي بالدعوة إلى حل سياسي للنزاع السوري، فنجد أن التطبيق العملي في مكان آخر. فأي بنود قمة ستنفذ إذا كان ولي عهد السعودية الأمير سلمان بن عبد العزيز قد أوصى بتغيير الميزان السوري لصالح المعارضة؟ وكلامه هذا مدعاة لاستمرار القتال بين السوريين بما لها من تبعات تدميرية وتهجيرية ودموية، وهو بدوره يقول: اقتلوا اقتلوا حتى تحسن المعارضة موقعها. فهل يكون الشعب السوري عندئذ ضحية حزب الله وإيران، أم يكون ضحية 80 دولة تستمر في الحرب ومن بينهم سعوديون على أرض المعركة؟ كلام سلمان أقوى من أي بيان لجامعة عربية تعاني الغيبوبة عن قضايا العرب. وما دامت السعودية هي اللاعب الأبرز على المسرح السوري، فإن هذه الدعوة تعد بحرب استنزاف طويلة. أهل
أهالي ضيعة العرب يستنكرون قرار طرد المقاصد بعدما أقدم على ضرب 5 طلاب. هكذا استقبل طلاب المقاصد الخيرية في ضيعة العرب في الزهران موسى ظاهر مدير المدرسة الذي أوسع 5 تلامذة ضرباً بالعصا على أرجلهم. الفيديو الذي يظهر فيه 3 من الطلاب 5 أثار موجة غضب واستنكار عارمة لم تغمر ضيعة العرب كما كان مرجحاً. هناك كانت موجة تضامن مع ظاهر واستنكار لقرار صرفه. أين هذا؟ عشرة أمر إحنا إياه ما نقبل غيره، خليه يجي يعلم أولادنا. شو إذا ضرب الصبي قامت الدنيا؟ قامت الدنيا، كل عمر الأستاذ يضرب. كل واحد يغلط، الأستاذ موسى وغيره ما فيه، الأستاذ موسى بده. نحن مفكرين إنه جايين نشوف إنه في سخط كبير، إنما لا، بشهامتهم هالعائلة الكريمة هون، بشهامتهم هن غفروا له للاستاذ بل طالبوا انه ما ياخذ اجراء ويبقى. للاسف فقد صوابه بهيدي اللحظه اللي هي ابليس دخل شيطانيه. مدير جمعيه المقاصد وبعد اجتماع موسع في المدرسه التي علقت دروسها اعتذر نيابه عن الجمعيه عما جرى، وبدا ان ظاهر يستحق ان يستفيد من اسباب تخفيفيه إذ إنه ضرب الطلاب حرصاً على مصلحتهم كما يقول هو. ما مورس أي عمل خارج إطار المألوف، يعني كل ما في الأمر إنه أنا عاقبته لها تلميذ، كل تلميذ أكل 3 قطبان، وكان حتى يعني إذا بتلاحظوا إنه طريقة الضرب اللي كان عم ينضرب فيها التلميذ إنه أنا أثرت إنه ينضرب هو على إجراء أفضل من إيديه حتى ما إنه يتأذى أو يصير فيها لا سمح الله أي أذى بهذا الموضوع. وأنا على استعداد، إذا كان في أي ضرر جسدي من وراء العمل اللي أنا قمت فيه، أنا مستعد إنه ينعرضوا الطلاب على أي طبيب، وأنا مستعد أتحمل كامل المسؤولية القانونية بهذا الخصوص. في وزارة التربية في بيروت بدا الأهالي أيضاً متسامحين، مع أن حديث الطالب فواز يشير إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها ورفاقه للضرب ولو من دون عصا. ضربنا كثير بالإدارة. أول مرة بيضربكم بالمسطرة ولا أول مرة بيضربكم، ولا كان يضربكم قبل مثلاً بإيده؟ أول مرة يضربنا بالعصاية. كان يضربكم يعني بس بغير طريقة؟ إيه بس غير طريقة. هو غلط، إحنا ما عم ننكر هذا الحكي، والعقوبة تأخذها الجمعية حسب إجراءاتها وحسب هذا، بس تعريفه كمان حرام. هذا إنسان يعني له 30 سنة إنه نجي بنعدمه هيك. لكن وزير التربية الياس بوصعب كان متمسكاً بقراره، فالضرب والعنف ممنوعان تماماً، والوزارة ستعمل والمدارس لوضع حد لهذه الظاهرة التي لا تنحصر في مدرسة واحدة وفقاً لقرارات وزارية ستعمم على المدارس الرسمية والخاصة. أنا ما بقبل أنه حضرة المدير اللي عمل هالخطيئة إن كان عن سوء نية ولا مش عن سوء نية أنه يضل بموقعه، لأنه منكون عم نعطي رسالة خاطئة للآخرين. المدير بده ياخذ عقوبته القصوى. الموضوع هيدا فتح لنا ثغرة لنحكي منها، لنحكي مع كل المدارس اللي موجودة بلبنان، وأنا عم قلكم في شكاوى أخرى اجت على الوزارة. المؤتمر الصحفي كان مناسبة استذكر فيها الوزير مشكلات أخرى طارئة تتعلق بقطاع التعليم، منها مدرسة أغلقت في البقاع بعدما اتخذها النازحون مسكناً، وأخرى في طرابلس حيث فرض قائدا محاور على إدارة مدرسة إقالة أحد أساتذتها. أنا عم قلكم فتنا على شريعة الغاب، لما يجي شخص مسلح مع مجموعة يقول لوزارة التربية هذا الأستاذ ما بيعرف يعلم لنا أولادنا، معكم كم ساعة بتشيلوها إلا منتصرف على طريقتنا والدولة عم تتفرج، هذا أمر خطير جدا. 01-772-101 خط ساخن بات مفتوحا لأي طالب يتعرض للعنف، لكن على ما يبدو فإن هذا الخط قد يحتاج إليه الطلاب في المنزل قبل المدرسة، لكون العنف ما عاد تربويا فحسب بل تبدأ رحلته من التنشئة الأسرية داخل بيوت توافق على هذا النهج. رونا حلبي، قناة الجديد.
مقتل طفل في التباني وموظف بلدي من جبل محسن أمام مسجد التقوى، والقاضي صقر صقر يبدي مطالعته في تفجير مسجدي التقوى والسلام. أطلق مسلحون مجهولون في طرابلس النار على الموظف بلدية طرابلس التابع لوزارة الداخلية حسن مظلوم، وهو من أبناء جبل محسن أمام مسجد التقوى، ففقد السيطرة على سيارته واجتاح بسطة للخضر كانت متوقفة في المكان، ما أدى إلى مقتله وإلى دهس امرأة تدعى وداد نصر عبد الله وإصابة شخصين بجروح. وأظهرت إحدى الصور التنكيل بجثة مظلوم وقد وطأ المسلحون وجهه وهو ملقى في الأرض. وعلى الأثر تجددت أعمال القنص وإطلاق النار المتبادل على محاور عدة، ما أدى إلى إقفال الطريق الدولي بين طرابلس والمنيا. ومع تزايد إطلاق النار قتل الطفل أحمد خالد السيد البالغ من العمر 11 عاما إثر سقوط قذيفة قرب جامع خليل الرحمن في باب التباني، كما أصيب آخرون بجروح. وفي قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس الصيف الماضي، أبدى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر مطالعته في الأساس، وطلب اتهام 10 أشخاص بجرم تنفيذ أعمال إرهابية والتدخل في الجرم والقتل والتحريض والتخريب. ومن بين المدانين 3 سوريين بينهم الضابط في الجيش السوري محمد علي وعلي خضر وركان إسماعيل، إضافة للعراقي ملقب بأبو خالد بجرم الإرهاب والتفجير والقتل ومحاولة القتل. وطلب صقر اتهام 6 أشخاص بجرم القيام بأعمال إرهابية والتدخل في الجرم، كما طلب إدانة 4 أشخاص بينهم النائب السابق علي عيد بجرم التهريب مطلوبين من العدالة، وطلب كذلك إدانة الشيخ هاشم منقارة بجرم كتمه معلومات لعلمه بموضوع تفجير المسجدين. وبذلك يكون عدد الذين شملتهم المطالعة 21 شخصا بينهم 6 موقوفين وجاهيا، وأحالها إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدة لإصدار القرار الاتهامي. أكد البيان الختامي للقمة العربية 25 التضامن مع لبنان ومقاومته، وخصوصا ضد الاحتلال الإسرائيلي في عدوان تموز عام 2006، داعيا إلى إدانة الإرهاب بأنواعه كلها ومحاربته. استغنت القمة العربية 25 عن جلستها الختامية المغلقة التقليدية، فاقتصر الاختتام على تلاوة علنية لإعلان الكويت والذي تطرق إلى القضايا العربية كافة من دون أن يحمل مفاجآت، إعلان لم يخرج عن المألوف لكنه استفاض في الشأنين الفلسطيني والسوري. نؤكد على تضامننا الكامل مع الشعب السوري ونعرب عن تأكيدنا التام لمطالبه المشروعة في حقه في الحرية والديمقراطية والعدل والمساواة وإقامة نظام دولة تتمتع فيه جميع المواطنين السوريين بالحق في المشاركة في جميع مؤسساته دون إقصاء أو تمييز بسبب العرق أو الدين أو الطائفة، كما نؤكد على دعمنا الثابت للائتلاف الوطني لقوة الثورة والمعارضة السورية بوصفه ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني. نطالب النظام السوري بالوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية ضد المواطنين السوريين ووضع حد نهائي لسفك الدماء وإزهاق الأرواح، وندين بأقصى عبارات التنديد المجازر والقتل الجماعي الذي ترتكبه قوات النظام السوري ضد الشعب الأعزل. نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية السلام واستمرار التوتر في الشرق الأوسط، ونعبر عن رفضنا المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية واستمرار الاستيطان وتهويد القدس. اللافت في إعلان الكويت كان توجيه التحية إلى لبنان جيشا وشعبا ومقاومة. نشيد بالدور الوطني للجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في صون الاستقرار والسلم الأهلي، ونؤكد على ضرورة تعزيز قدرتهما وتمكينهما من القيام بمهامهما الوطنية ونوجه التحية لصمود لبنان في مقاومة العدوان الإسرائيلي المستمر عليه، وعلى وجه الخصوص عدوان يوليو تموز عام 2006. وبعد الجلسة الختامية عقد وزير خارجية الدولة المضيفة والأمين العام لجامعة الدول العربية مؤتمرا صحفيا عددا فيه الخلاصات الأساسية لقمة الكويت. هناك قضايا وأولويات ملحة تواجه عالمنا العربي، وأبرزها الأزمة السورية والكارثة الإنسانية التي تواجه أشقائنا السوريين جراء استمرار عمليات القتل
والتهجير التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق للسنة الرابعة على التوالي، والتي طالت مظاهر الحياة جميعها وانتقلت تأثيراتها إلى خارج الحدود السورية، وباتت تهدد الأمن والاستقرار في العالم العربي أجمع، وأصبح الجميع يدرك خطورة هذه الأزمة. وكانت مصر قد تسلمت من الكويت رئاسة الدورة 26 للقمة العربية. من قصر بيان، كريستين حبيب، قناة الجديد. وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل يلتقي نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف على هامش قمة الكويت. رأس وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الوفد اللبناني في اجتماعات اليوم الثاني للقمة العربية 25 في قصر بيان في الكويت، فالتقى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في إحدى قاعات القصر، وجرى البحث في المستجدات الإقليمية إضافة إلى الأزمة السورية. من الضروري ومن المفيد جدا بأسرع الوقت ممكن نحدد الموعد لإجراء الجولة الثالثة للمفاوضات الحوار السوري في إطار جنيف الاثنين، وإن شاء الله دكتور لاهتر إبراهيم سيستمر في مهمته على أساس يعني تكليفه من الأمم المتحدة ومن المجتمع الدولي، لأنه الهدف بقي كما هو تطبيق بيان الختامي في جنيف الأول. وكان باسيل قد التقى نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة على هامش القمة، وتناول الحديث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك المطروحة على جدول أعمال القمة. حكينا في الإرهاب طبعا، مين ما بيحكي في الإرهاب هالأيام خصوصا عم يعني تعانوا أنتم. إيه طبعا نعاني، وفي تحديات تواجه أخي معالي الوزير عن الضغط الذي يتعرض لبنان من توافد الأشقاء السوريين بأرقام كبيرة جدا لا يتحملها البلد، وهذه طبعا سمعنا أمس في الخطاب الرسمي للبنان. نعم. وهذا يهمنا جدا كمجموعة دول العربية، وثقوا أن العرب كلهم في هذا الموضوع سيقفون. هل البحرين مستعدة إلى استضافة أو استيعاب عدد من لأنه لبنان طارح الموضوع؟ والله يا أخي لم يطرح هذا الموضوع من قبل علينا ولم نناقشه حقيقة، لكن يا أخي لكل بلد ظروف حقيقة. وختم وزير الخارجية والمغتربين لقاءاته بعقد اجتماع مع الوفد الفلسطيني، وبحث معه في قضية اللاجئين الفلسطينيين. شبان الثورة السورية يعلنون خيبتهم ومرارتهم من هدر دماء شعبهم ودخول الغرباء على خطها. أنينا 40 سنة لحتى طلعنا بهالثورة، آخر شيء نكون على قدر المسؤولية، هذا هو الشيء اللي حاسينه، إنه نحن ما قدرنا نعمل الثورة أو نشتغل فيها مثل ما لازم، ما قدرنا نسيرها، الثورة هي اللي سيرتنا، هي اللي مشتنا، نفوسنا الضعيفة هي اللي خلتنا نبعد عن الطريق، نطلع على طرقات شائكة كتير ما راح توصلنا لمحل، ونحن هلأ حاليا مثل عم يدور بدوائر. إحباط، خيبة أمل، مرارة، خوف على سوريا وشعبها، هذا ما يشعر به من أطلق ما سمي أنذاك الثورة السورية. هؤلاء الشبان كان طموحهم التغيير، ولم يضعوا في الحسبان أن تنزلق تحركاتهم إلى قتال تهدر فيه دماء الشعب السوري. هلأ نحن في حرب أو في جهاد أو تسمية اللي بتحبها يعني ما بعرف، بس الثورة وقفت. الثورة هي مو بس رصاصة بتنطلق باتجاه النظام، الثورة هي كلمة حق بتنكتب بقلم صحفي، هي سلاح الكاميرا اللي بيشيله الإعلامي وبيروح بيصور الأحداث، هاي هي الثورة. الثورة ثورة الطبيب، ثورة المحامي، ثورة المثقفين، ثورة الشعب السائر اللي طلع ليقول يا الله منا غيرك يا الله، طلع يقول بدنا إسقاط نظام، يعني هاي هي الثورة. شعور صعب كتير يعني، مو إنه سهل، بس قرار أخذته ما راح تراجع عنه، إن شاء الله ما يكون إنه قرار يعني أخسر فيه كتير. حتى من حمل السلاح منهم وحاول أن يحقق ثورته على طريقته ووافق على القتال مع الجيش السوري الحر أصابته الخيبة في النهاية، حتى وصف ما يحصل داخل الجيش الحر نفسه بالخيانة. آخر معركة كانت بالجسر من تقريبا 10-15 يوم. حسيت في خيانة، ملخص صغير يعني، خيانة، صار في خيانة، صار في كل شيء اسمه انسحاب بمعركة، هذا يعتبر خيانة.
هؤلاء الشبان كمئات غيرهم حلموا بالتغيير فذهبت أحلامهم أدراج رياح حسابات خارجية دخلت على خطها داعش فأخرجت الثورة عن خطها. وينك أنت وقت أنا قمت بالثورة؟ أنا ابن سوريا، يعني غايتهم يضعفوا الجيش الحر لحتى الأسد ينتصر؟ بشعر بالحزن على بلدي ولا على نفسي، أنا بالأساس طالع لمطلب هو الحرية. يعني بعتقد أنه في ثورة جديدة لسه رح تصير بعد هالثورة، ثورة ضد الثورة. هم لا يزالون يحلمون بالتغيير وينتظرون بفارغ الصبر الخروج من دوامة العنف ليعودوا بثورتهم إلى سكتها الصحيحة. مئات الصحفيين تابعوا أعمال القمة العربية. تقرير من الكويت للزميلة كريستين حبيب. ربما أكثر ما يختلف فيه الإعلاميون العرب عن السياسيين العرب هو أنهم أولاً يتعبون أكثر منهم، وثانياً يرون الأمور بواقعية أكبر. نتائج محدودة والتوقعات كانت كذلك محدودة في قمة تخرج من الأزمات المعقدة حالياً، لكن التوقعات كانت ضعيفة، وبالفعل حتى الآن لا يوجد ما يعطي أمال كبيرة فيها. في كل قمة لا ترقى إلى مستوى الشعوب هي قمة لا يعول عليها. كل هذه الشعارات طالما أنها لا تلامس الواقع وتبقى ضمن جدران معينة هي لا يعول عليها ولا يبنى عليها للمستقبل. القمة العربية تستقطب سنوياً مئات الصحفيين ليس من المحيط إلى الخليج فحسب، بل من الشرق الأقصى إلى الشرق الأدنى كذلك. أما الإعلاميون العرب الآتي، بعضهم من دول لم يزهر ربيعها وبعضهم الآخر من دول خريفها متواصل، فهم يتحدثون لغة الشارع، لغة الواقع، لا لغة القاعات المغلقة. ربما إذا نظرت إلى الشارع الرأي العام العربي هذا يعني رأيه أن القمم العربية كلام في كلام، وكلام الليل يمحو النهار. بس يعني ما نعيشه اليوم من تطورات ما بعد الربيع العربي أصبح اليوم يفرض علينا يعني كمجتمع عربي، كقادة عرب، كدول عربية، أن لا يبقى كلامنا يعني حبرا على ورق. كعرب ما عادش في وقت قدامنا، لابد أن الوقت ننفذ لما يصبو عليه القادة ولما يصبو عليه الشعوب. ما عادش في وقت الخلافات، لأن العالم العربي كله الوقت أصبحنا في خطر إذا ما انتبهناش وأخذنا قرارات جذرية وحاسمة ونقف على رجلنا ونتناسى الخلافات ونبص للتنمية، فمش هيكون في عرب ولا هيكون لنا وجود. يعني حقيقة الآن الثمار التي ظهرت في كواليس القمة لا تعبر عن الحالة والوضع العربي. كنا نتوقع أن تكون هنالك قرارات جريئة وتعبر عن الواقع العربي والشعوب العربية في وحدتها، في تنميتها، في اقتصادها، لأنه العالم العربي بأجمله مستهدف. يودع الإعلاميون قمة الكويت ليلتقوا مجددا بعد سنة من الآن في قمة مصر، حاملين معهم مرة أخرى عدتهم وأوراقهم والأقلام، وأملا ببعض التغيير يبثونه إلى قرائهم ومشاهديهم. كل قرار يسكن بالحبر ولا ينفذ لا يعول عليه، اقتضى الاقتباس من الشاعر ابن عربي للتعليق على البيان العربي. أما غدا فتنتقل الدفة من الكويت إلى القاهرة حيث الدماء سبقت الحبر بأشواط، فهل يأتي اليوم الذي تأخذ فيه بيانات الدول العربية دماء شعوبها بالاعتبار فعلا لا قولا؟ من الكويت، كريستين حبيب، قناة الجديد. نحييكم الجديد ونواصل تقديم النشرة. الرئيس نبيه بري يشدد على تفعيل العمل التشريعي قبل انقضاء ولاية رئيس الجمهورية، ويدعو الحكومة إلى معالجة الملفات الحيوية والحساسة وفي مقدمها الوضع الأمني. دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى جلسة تشريعية عامة تعقد على مدى 3 أيام الأسبوع المقبل لدرس جدول أعمال حافل وإقراره. ونقل نواب لقاء الأربعاء النيابي عنه أنه في حال انتهت اللجان المشتركة من درس سلسلة الرتب والرواتب الجمعة فإنها ستكون على جدول أعمال الجلسة العامة. وقوم رئيس المجلس مع النواب جلسة الثقة مشيرا إلى أنه حرص على المحافظة على هدوء الجلسة قدر الإمكان لمصلحة الجميع، آملا أن تعالج الحكومة الملفات الحيوية والحساسة وفي مقدمها الوضع الأمني.
وفي شأن الاستحقاق الرئاسي نقل النواب أن الرئيس بري حريص على العمل من أجل عقد جلسة انتخاب ناجحة، وأشاروا إلى أن اللجنة النيابية التي شكلها بدأت بأخذ المواعيد لإجراء جولتها على عدد من المرجعيات والكتل النيابية. وأشار النواب إلى أن الرئيس بري ركز في اللقاء على تنشيط العمل التشريعي، وإلى أنه سيكون هناك أكثر من جلسة تشريعية قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية. في حركة مداولات نشطة من المفترض أن تجري بين كل الكتل وكل المعنيين بهدف معرفة كيفية التعاطي مع هذا الاستحقاق. على المستوى الانتخابي واضح، على المستوى القانوني واضح، لكن الأمر بحسب ما أعلن الرئيس بري يحتاج إلى متابعة ومشاورات، وعلى ما يبدو أن اللجنة التي كلفها ستباشر بهذا الأمر. الرئيس بري يتحرك من خلال مسؤولياته الوطنية والتشريعية في لبنان من أجل ملء هذا الموقع الرئاسي في لبنان، وعم بدب الصوت على كل المكونات السياسية في البلد من أجل ملء هذا الموقع. هلأ عنا هالفترة الزمنية هذه، إن شاء الله اللبنانيين بيقدروا يتوصلوا إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية. الوفد البرلماني الذي شارك في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف وضع بدوره الرئيس في نتائج المؤتمر، لا سيما بما يتعلق بأزمة النازحين السوريين ودعم الجيش لمحاربة الإرهاب. طبعا في حيكون زيارة للجنة حقوق الإنسان إلى لبنان في وقت قريب لتقوم بال يعني معاينة الأوضاع على الأرض وزيارة الأماكن تواجد النازحين السوريين، وطبعا يعني هو منبر مهم جدا أن تعرض فيه قضية لبنان. ومن زوار عين التين توفيق سلطان الذي عرض مع الرئيس بري الأوضاع في طرابلس. نشرت صحيفة الشرق الأوسط مقالة للكاتب السعودي حسين شبكشي، نقل فيها رواية عن سيدة أن عناصر من حزب الله أوقفوها في حرم مطار رفيق الحرير الدولي واستجوبوها في أقبية تعذيب تحت المطار، ما استغربته ونفته أجهزة أمنية لبنانية مختلفة. لتفاصيل أكثر معنا الزميل باسل العريضي مباشرة من مطار بيروت. مساء الخير باسل. مساء الخير سمر. تفضل باسل، هل وجدت أقبية التعذيب في مطار بيروت؟ إن حقيقة سمر، هذا المقال الذي نشر في صحيفة الشرق الأوسط بالأمس والذي تحدث عن أن سيدة تم توقيفها في مطار بيروت مدة 72 ساعة وخضعت للاستجواب على يد عناصر من حزب الله، وأن تحت حرم المطار يوجد أقبية للتعذيب وهناك أصوات استغاثة وغيرها من الأصوات، وختم المقال بالقول أن لبنان تحول إلى سجن كبير. جميع هذه المعطيات يعني استدعت بداية كان هناك موجة من الضحك إن صح التعبير واستهزاء بهذا المقال، لكن على ما يبدو أن وسائل التواصل الاجتماعي بدأت بالتناقل ما أثار ردود فعل سلبية، خصوصا أن المقال مسيء جدا إلى سمعة لبنان. واللافت أكثر سمر أن وزير العدل اللواء أشرف ريفي قام بإحالة هذا الموضوع إلى النيابة العامة التمييزية لأخذ الإجراءات المناسبة والتحقيق في الأمر. وفي هذا الإطار لدى اتصالنا بعدد من الأجهزة الأمنية المعنية بأمن المطار، وهناك أكثر من جهاز أمني كما نعلم. استغربت بداية كيف يعني أن اللواء أشرف ريفي وهو كان على رأس أحد الأجهزة الأمنية الأمن الداخلي يقوم بهذا الأمر وهو على علم وعلى جيد جدا بأمور وتفاصيل المطار. أما في مصادر أخرى أشارت إلى أنه طوال 5 سنوات هنا لم يحدث أي أمر كوجوده هنا في المطار، لم يحدث أي أمر استثنائي، واستغرب هذا الموضوع وطلب أكثر من ذلك أنه في حال كانت موجودة هذه السيدة ولم تكن من صنع الخيال فلتأتي إلى المطار ولتتحدث إلى أجهزة الدولة الأمنية للدولة اللبنانية، وهي هذه الأجهزة ستقوم بحمايتها والتحقيق بتفاصيل ما حدث معها، وإن استطاعت يعني تأتي إلى هنا إلى المطار ولترشد الأجهزة الأمنية إلى المكان الذي أوقفت فيه وإلى المكان الذي أخذت عليه وكيف يمكن هذا الأمر أن يحدث. مصادر أخرى أيضا أمنية قالت سمر على أن أمن المطار هو تحت إشراف عدد كبير من الأجهزة الأمنية، هناك الأمن الداخلي، الدرك، الجيش، جهاز أمن المطار، أمن الدولة، الأمن العام، جميع أجهزة الأمنية للدولة هي في حرم المطار، إضافة هناك العديد من المستثمرين والموظفين من شتى الفئات والتيارات السياسية، وبالتالي هذا الأمر مرفوض كليا أن يصدر هكذا أمر وأن ينشر هكذا أمر. كل جميع هذه المصادر، جميع هذه المعطيات أكدت على نفي ما ورد في هذه الصحيفة، صحيفة الشرق الأوسط، ما ورد في هذا المقال جملة وتفصيلا. حتى أن الناس هنا يعني نحن هنا في قاعة الوصول، جميع الناس الذين وصلوا
إلى لبنان أو مغادرين من لبنان استغربوا هذا الأمر، وردت الفعل الأولى كانت بالضحك. سمر نحن كمان شكرا لك زميل باسل العريضي، حدثنا مباشرة من مطار بيروت الدولي. رشيد لويس لبكي مرشح رئاسي بلوحات دعائية غريبة وبرنامج رئاسي أكثر غرابة، وفي الوقت الذي نتساءل فيه عن هويته يستعد لبكي لحزم حقائبه إلى رئاسة الجمهورية. تحقيق نوال بري. عدوا لي يا جماعة شباب الأصوات، حدي من الروايا ونحن مش معنا، شو بتعطينك فرحة إن كنا نرى مسؤولي دولتنا أنهم ناس من ورق، فإن المرشح لرئاسة الجمهورية رشيد لويس لبكي غير، وكيف لا وهو الذي سخر ولايته لرئاسة الجمهورية لخدمة الله، وهو بإذنه سيتربع على عرش بعبدة. فابن بعبدات عمل في الخدمة العامة منذ الصغر، خرج لأعمال جاب البلاد، فرأى في الرئاسة طريقا إلى الله عبر خدمة الشعب وتهذيبه أخلاقيا. أنا عندي ثلاث متطلبات أساسية إذا وصلت، اللي هن أول شيء العمل ما يرضي الله، اللي هو منع الزنا أولا، التشدد بالأماكن المشبوهة أخلاقيا إقفالها أو تغييرها لمطاعم تكون محترمة، إقفال الإمار بكازينو لبنان فورا. عندك منع المنجمين والبصارين، نايت كلوب بالنسبة لي وباب هودي مش موجودين، في ريستوران محترم، في حط رأس غناء كل شيء، بس نايت كلوب وهودي أنا هودي برفضه 100%. كل إنسان يتزوج أنا بساعده بمليون بثلاثة مليون ليرة من الدولة. أنت ضد الزواج المدني 100%؟ لأنه الزواج المدني إذا بترجع على الكنيسة أو على الجامع اثنينتهم بحرموا هالشي. هون ما فيهم يعيشوا بطريقة علمانية، لبنان خلقوا ربنا وذكروا بالكتاب المقدس 77 مرة. وهنا تحذير لذوي الأحاسيس المرهفة. واللي بيزني شو بتعمله؟ اللي بيزني عنده طريقتين، الأجنبي إن كان رجال أو امرأة يرحل فورا خارج البلاد، واللبناني إذا ما ارتدع في وسائل طبية إبرة معينة بتشله على 6-7 أشهر من ارتكاب هالأعمال. الثقة التي يتحدث بها عن برنامجه الرئاسي تعطي انطباعا بأنه أكثر من خوش بوش مع النواب والكتل السياسية. هلا بدي اترشح وترشيحي مضمون. الله 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 يا زلمة. عندك علاقاتك مع النواب؟ الحمد لله ما بعرف ولا واحد منهم. وكيف مناوتك؟ أنا 100% ما بعرف ولا واحد، وبقول لك إياها علنا، بس في شغلي وحدي الاتكال على الدمي والضمير. في عندك 128 نايب فيهم يقروا بيان اللي أنا عامله، ومن هونك ورايح ترجع قوة ربنا هي تغير كل الأمور، لأنه أنا نزولي مش متكل على حدا إلا على قوة ربنا بس. ومقرر تنزل طبعا رح انزل، مش رحت النازل المهم تتطوع، نازل ومش خايف ونايم على السبعة، مش رحت النازل المهم تتطوع. وفخامة الرئيس عفوا خادم الأمة يؤكد وصوله إلى بعبدة بإذن الله. بتتوقع أنك تصير رئيس جمهورية؟ إيه. كيف؟ والعجيب وردي، وبكرة ملتقى بعد شهرين بعبدة إن شاء الله. حتكون ببعبدة؟ أكيد بإذن الله، وأنا ما بقعد هونيك بس، أنا بيتي هون، هيدا بيت الشعب فوق. بسيبولك فخامة الرئيس تبدي موعد؟ لا 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 لا، ما فخامة الرئيس، الخادم الرئيس. إن عده البعض غريب الأطوار لدخوله معترك الرئاسة المحتكر من قبل الزعماء، فإن ثمة من يرى في ترشحه جرأة لوقوفه في وجه تيار السياسة اللبنانية. أما الطبقة السياسية فلربما لم تلحظ ترشحه حتى بسبب انهماكها بالتوافق على مرشح غارق في هذه الطبقة. نوال بري، قناة الجديد. أعلنت مديرية توجيه في قيادة الجيش اليوم أن دورية للعدو الإسرائيلي خرقت الخط الأزرق في منطقة خل توردي، وأشارت المديرية إلى أن دورية راجلة تابعة للعدو الإسرائيلي قوامها 13 عنصرا خرقت الخط الأزرق في منطقة خل توردي قبالة بلدة عيت الشعب الحدودية مسافة 20 مترا داخل الأراضي اللبنانية. وعلى الأثر اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة الإجراءات الدفاعية المناسبة في مواجهة الدورية المعادية التي انسحبت بعد نحو نصف ساعة في اتجاه الأراضي المحتلة، وتجري متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
أعلن وزير الاتصالات بطرس حرب في مؤتمر صحفي أعلن فيه خطته لإدارة الوزارة بحضور المديرين العامين وأبرزهم المدير العام لهيئة أوجيرو أن وزارة الاتصالات كما تسلمها تعمل خارج القواعد القانونية التي ترعاها، قائلاً إن السياسة التي كانت معتمدة فيها في السنوات الأربع الماضية وضعت قانون الاتصالات رقم 431 في الأدراج. وأعلن حرب الأهداف الأساسية التي يريد تحقيقها في الوزارة. فإنني سأعمد إلى تنفيذ التالي: 1. إعادة النظر في أسعار خدمات الاتصالات الثابتة والخديوية والإنترنت والبريد للوصول إلى وضع أسعار مستندة إلى الكلفة الفعلية، فلا يتحول ثمن الخدمة إلى ضريبة إضافية على المواطن، من خلال تطبيق التوازن، مبدأ التوازن في الأسعار وصولاً إلى تخفيض حقيقي لتعرفة الخدمات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تخفيض التعرفة على المخابرات الدولية لغاية 50% من كلفتها الحالية، إعادة تفعيل بيع واستعمال البطاقات المسبقة الدفع prepaid cards والتيليكارت وكلام، وتخفيض تعريفتها من 30% إلى 50% من كلفتها الحالية، تخفيض رسوم الهاتف الثابت لتصبح رسم التأسيس مجاني بدل 50,000 ليرة لبنانية، وتخفيض رسم الاشتراك الشهري من 12,000 ليرة إلى 8,000 ليرة لبنانية، مع دراسة إمكانية حزمة إنترنت دون سقف ودون حدود للاستهلاك. وعم بقول دراسة. وما إن أتم الوزير حرب مؤتمره حتى قام رئيس منطقة بيروت الأولى التابعة لوزارة الاتصالات أكرم فرحات بمساجلة الوزير على خلفية أقدام المدير العام لأوجيرو عبد المنعم يوسف بفصله عن العمل كيديا، متهما يوسف بالتعرض له بالضرب والتهديد. لا طبعا بدي يلفت النظر أنه هذا مؤتمر صحفي. تسمع لي شوي. أنا عم دير الجلسة مش أنتي. تسمح لي شوي. بدي أسمح لك بس أنا بعطيك الدور. ما خلصت بعد. بس عم بلشين هيك غلط هذا. لا 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 ما بقبل. اتركوا هالزلمة يا عم يحكي رأيه. طيب خليه لا لا. اتركوا للزلمة. شو اسمه؟ سيد فرحات تفضل بدي اسمعك. تفضل. انا اشتري سلم مكتبي بيبعث ناس من اوجيرو بيضربوني بيخلعوا لي كتفي ما بيخليني فوت على المكتب، بياخذ 21 يوم طبي تقرير طبي وبقدم للمدير العام وبيطلع بيشهد انه هو نعم بعث ناس يضربوني، وهذا موضوع اداري بينحل بالاداره المدير العام. هل يجوز انه يحل؟ اسمح لي شوي، لا بدي ترجيك ودقيقة بس تسمح لي شوي يا استاذ. هذا اللي معلم انت هي تسمح لي شوي. خلص سمعتك يا سيد شو اسمه؟ يا سيد فرحات تسمح لي شوي. تسمح لي سيد فرحات، عندك قضية راح أعين لك موعد هلا تطلع لعندي تعرضها، واهلا وسهلا فيك. إن كنت أنت صاحب حق ومظلوم أنا بدك حقك. لا لا خلص سمعتك بكفي رجيك. عقد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور اجتماعا موسعا مع الطبيبات والأطباء المراقبين من قبل وزارة الصحة في المستشفيات اللبنانية، ووصف فاتورة الاستشفاء في لبنان بأنها مضخمة وتحتوي على الكثير من الحشو والهدر، وقال لا يمكن أن نقبل في وزارة الصحة أن يرد أي مريض من على باب مستشفى تحت أي ذريعة، خصوصا إذا كان يحتاج إلى الرعاية العاجلة، ولا يمكن أن نقبل بأن تهان كرامة أي مريض أو مريضة على باب مستشفى. لا يمكن أن نقبل بوزارة الصحة أن يرد أي مريض عن باب أي مستشفى تحت أي ذريعة، خاصة إذا كان وضعه ماس وطارئ ويحتاج إلى الرعاية العاجلة، ولا يمكن أن نقبل بأن تهان كرامة أي مريض أو مريضة على باب مستشفى. فاتورة الاستشفاء مضخمة بالبلد، وفاتورة الاستشفاء فيها الكثير 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 من الحشو والهدر. لو هذه الأموال تنفق على صحة فعلية لمواطن لبناني ما عندنا مشكلة على الإطلاق،
ولكن أن تذهب إلى حسابات مصرفية لا، عندنا مشكلة كبيرة. قضت المواطنة آمنة عبد السلام نصار البالغة 36 عاما إثر سقوطها من منزل ذويها الواقع في الطبقة الثامنة من بناية نصار في شارع دلاعة في مدينة صيدا، وحضرت إلى المكان عناصر من قوى الأمن الداخلي والأدلة الجنائية وبشرت التحقيقات في الحادث. وذكرت مصادر أمنية أن آمنة سقطت بعدما فقدت توازنها حينما كانت تطل من على شرفة منزلها صباحا، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أنها تعاني اضطرابات نفسية. علق عميد حزب الكتلة الوطنية كارلوس إدي على أحداث بلدة عانا المنقولة، وقال إن عائلة إدي تملك منذ 140 عاما العقار حيث شيدت محطة المحروقات خلافا لما تناقلته وسائل الإعلام. لقد بدأت النزاعات القضائية مع مستثمري المحطة عام 2004 عندما قررت العائلة عدم تجديد عقد الإيجار واستعادة ملكها، فالمسألة طابعها تجاري بحت ولا علاقة لها بالسياسة، والنزاع ما زال عالقا أمام القضاء. وأضاف إن شاغلي المحطة شرعوا في تشييد إنشاءات مخالفة للقانون من دون الاستحصال على موافقة الجهة المالكة، بحيث تعمل المحطة بصورة غير قانونية. وتابع إدي إن السلطات اللبنانية المختصة قررت إقفالها تطبيقا لأحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وأبرم مجلس شورى الدولة قرار الإقفال. وفي عام 2013 تحدى مشغلو المحطة القانون وبادروا إلى إعادة فتح وتشغيل المحطة، فيما تعمدت الحكومة السابقة انتهاك القانون وقرار القضاء، وما محاولة القوى الأمنية إقفال المحطة إلا تطبيق للأحكام القانونية. وختم بأن ما قام به كل من كارلوس إدي وعائلة إدي لمصلحة أهالي بلدة عانا لم يقم به أحد على الإطلاق، آخره بتاريخ 11 من أيار 2011. أما فيما يختص بالضمير واستقامة ونظافة الكف فلا يتلقى العميد كارلوس إدي دروسا من أحد. أهلا بكم من جديد. مشاهدات من القمة جذبت رواد مواقع التواصل الاجتماعي. إن كان البيان الختامي للقمة العربية المنعقدة في الكويت متوقعاً، فإن ما جعل لها نكهة هي التصرفات غير المتوقعة لبعض الحضور والتي شغلت العالم الافتراضي، وأبرزها كان بقاء المقعد السوري الوحيد الفارغ، ووضع مقابله العلم السوري النظامي لا علم الثورة. الأمير الشاب تميم بن حمد آل ثاني وفي أول مشاركة له في القمة العربية أقام الدنيا ولم يقعدها في مصر، بعد استياء المصريين من أسلوب جلسته أثناء إلقاء الرئيس المصري عدلي منصور كلمته، إذ وضع ركبته على الأخرى مع اعتبروه حركة غير لائقة ومهينة لهم، فيما رأى فيها البعض الآخر جلسة شبابية. رفع ركبته على يعني بمعنى صح يا فندم، أهو عامل كده يا فندم، بصوا لحضراتكم كده، أدي الركبة إيه الراجل حطتها كده، بص يا فندم أدي الركبة إيه، هذا ركبه موجود اهي. أخطأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في اسم الرئيس اللبناني، فبدله باسم آخر وليس أي اسم بل المصادفة، فإنه قال ميشيل عون سليمان. شكرا فخامة الرئيس العماد ميشيل سليمان. انسحب الوزير اللبناني علي حسن خليل من القاعة أثناء إلقاء أحمد الجربة كلمته، فانهمرت على صفحته على تويتر التويتات المتضامنة. أما وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد سليمان الجار الله فبدا متفانيا جدا للقضيتين السورية والفلسطينية في آن. كما نؤكد على دعمنا الثابت للائتلاف الوطني لقوة الثورة والمعارضة السورية بوصفه ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني. فلنستمع إلى الجملة مجددا لعل فيما سمعناه لغطا. كما نؤكد على دعمنا الثابت للائتلاف الوطني لقوة الثورة والمعارضة السورية بوصفه ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني. أما الرئيس اليمني فقرر عدم تسجيل أي مشاهدات خلال القمة واستعاض عنها بقيلولة. الجيش العربي السوري يسيطر على تلة 45 استراتيجية في الريف اللاذقية، ووزير خارجية تركيا يعلن استعداد بلاده للرد على تهديد أمنها الآتي من سوريا.
نجحت عمليات القصف العنيف الذي نفذها الجيش السوري طوال 4 أيام على تلة المرصد 45 في ريف اللاذقية في إجبار المسلحين على التراجع مخلفين وراءهم خسارة كبيرة، فيما نجح الجيش في السيطرة على جميع المراكز المحيطة بالمرصد ما أسقطها استراتيجيا. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 6 مسلحين بينهم 5 من جنسيات عربية وأجنبية قتلوا في الاشتباكات الدائرة في محيط المرصد المذكور الاستراتيجي في ريف اللاذقية. وأوضح المرصد أن أكثر من 75 شريحا من الجماعات المسلحة وجبهة النصرة نقلوا إلى تركيا للمعالجة. وكان المسلحون قد نجحوا في الوصول إلى قمة المرصد بعدما نفذوا تفجيرا انتحاريا أدى إلى فتح ثغرة إليها من دون تمكينهم من إحكام السيطرة عليها نتيجة القصف. بإذن الله والدم بيدلك تحت أقدام المسلمين الـ45 تحت أقدام المسلمين. في غضون ذلك يشهد الشريط الحدودي مع تركيا معارك عنيفة، حيث تتركز هذه المعارك في محيط مدينة كسب، وذلك بعد تقدم الجيش السوري على تلة النسر وسيطرته عليها ما كشف المسلحين في المدينة. وتمكن الجيش السوري كذلك من قتل عدد كبير منهم بينهم القيادي في جبهة النصرة المدعو أبو علي اليبرودي. وفي تركيا دهمت القوات الخاصة التركية مباني في اسطنبول يستخدمها أفراد يشتبه في انتمائهم إلى داعش، ما أدى إلى إصابة 3 من رجال الشرطة و2 من المشتبه فيهم. أما سياسيا فأكد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو استعداد بلاده اللجوء إلى كل التدابير الضرورية بما في ذلك العمليات العسكرية للرد على تهديد أمنها الآتي من سوريا. لا أنصح أي حركة سورية ولا النظام في دمشق بأن يجرب قوة تركيا، فتركيا مستعدة لاتخاذ أي تدبير قانوني بموجب القانون الدولي إذا ما تعرض أمنها للتهديد. أما في فرنسا فأكدت شرطة مكافحة الإرهاب الفرنسية أنها تمكنت من إحباط مخطط اعتداء وشيك على ساحل الكوت دازور كان يدبره جهادي عائد من سوريا حسب ما أعلن مصدر قريب من الملف لفرانس بريس. في سياق منفصل ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن تقارير استخباراتية تحذر من أن تنظيم القاعدة يطور خطة طويلة الأمد تهدف إلى زرع خلايا في سوريا لتدريب العناصر الغربية الوافدة على تنفيذ مخططات ضد أهداف في الدول الغربية. وأوضحت الصحيفة أن عشرات المقاتلين المتشددين المحنكين توجهوا من باكستان إلى سوريا في الأشهر الماضية. جوع أطفال سوريا دفعهم إلى البحث عن فتات الخبز بين الحجارة. شو عم تعملوا عمو؟ نقى خبز. يفتشان بين كسر الحجارة عن فتات خبز، يفتشان عن لقمة عيش حرمتهما إياها الحرب في سوريا. أطفال جسدت الحرب ألامهم وأوجاعهم فلم يجدوا لسد رمقهم إلا البحث عن فتات الخبز في شوارع الحجر الأسود بضواحي دمشق. الطفلان اللذان ظهرا في الفيديو اعتبرا خلال بحثهما عن فتات خبزهما أن العثور على هذا الفتات الذي ظهر جليا في المشهد وكأنه تراب دليل على بطر أهل هذا الحي الذين لم يعرفوا قيمة نعمة ألقوها وسط الحجارة. لك قديش طلعنا واستعفي بالأرض بدل العالم بتعطي لحدا بتكبر. لو استلمنا شي فينا ما كنا اجينا لهون لنأخذ ناكله. كيف عايشين انتو؟ عايشين بس على شرب المي، على شرب البهارات، على بهارات الاندومي والماجي. قد ايش صلكن على هالوضع؟ انا فتره على شيء قلنا سنه. قد ايش عمرك انت؟ عمري 10 سنين. شو بتتمني؟ بتمنى يرجع على وضع مثل ما كان، ناكل كل شيء ونشبع، مو مثل هلا الواحد ينام جوعان يفيق جوعان. ما عدت ما بتاكل، بتاكل من هون بتجوع من هون، ما تستحمل العيشه. صابرين الله بيفرجه. وأكد الطفلان أن أمهما خرجت لتبحث لهما عن طعام لم يعرف عنها شيء في الوقت الذي لم يكن لوالدهما أي أوراق رسمية تثبت هويته،
لكي يستطيع الخروج بهم أو الاستحصال على حصة من الإغاثات الغذائية. وبغياب الأم والأب وبغياب الأمن والأمان لم تغب الطفولة وحسب، بل القيم الإنسانية أيضا. كان في النشرة أستاذ الضرب، الأهالي والمقاصد يتوسطون له ووزير التربية يتوعده. كل واحد يغلط، الأستاذ موسى وغيره ما فيه. المدير بده ياخذ عقوبته القصوى. إعلان الكويت. نوجه التحية لصمود لبنان في مقاومة العدوان الإسرائيلي المستمر عليه، وعلى وجه الخصوص عدوان يوليو تموز عام 2006. في الخاص، مرشح للرئاسة يتوعد. واللي بيزني شو بتعمل له؟ إبري معينة بتشله على 6-7 أشهر من ارتكاب هالأعمال. شبان الثورة حلموا بالتغيير فأصابتهم الخيبة. تعتقد أن انتهت الثورة مع بداية العمل المسلح. كان في النشرة، قتلوه فدهس امرأة وأصاب شخصين. ختام النشرة، شكراً للمتابعة. الموعد الإخباري التالي يتجدد في تمام 11:30 بإذن الله، فكونوا على الموعد.